نعود نتائج الشوط الذي انتهى والشوط الثالث عشر التوقيت توقيت بن يطبع توقيت بن يطبع 4:23 4:23 اللي هي شديدة مع الشوط أيضا الثالث عشر الشوط الثالث عشر توقيت شديدة الشوط الثالث عشر توقيت شديدة لمالكها سالم بن عبد الله بن يطبع العامري 4:23 نفس التوقيت الأفضل. شوطنا الذي انتهى وكان أيضا مشاهدنا الأعزاء عند بن نورة قدم مشاهدنا الكرام اللي هي أيضا ناصية أحمد بن سعيد بن سهيل بن نورة الراشدي هي خطفت المركز الأول بتوقيت المقدار 4:30 أما المركز الثاني أيضا مع الشوط الذي انتهى وحازت على المركز الثاني قدمت أيضا مشهورة حمد عبد الله بن خزام العامري الثالث كان الوصول أيها الحفل الكريم مع اللي هي شواهين كردوس بن محمد بن سالم العامري أي سعيد بن عبد الله بن كردوس العامري هذه هي نتائجنا للأشواط التي عبرت وذهبت 23 مع بن يطبع و23 مع الاكتمي حمد بن عوض الاكتمي التوقيت الأفضل في هذا الصباح ينطلق شوطنا آخر وتحدي آخر في هذا الصباح ألا وهو شوطنا 15 في مجموعة الأشواط الشوط 15 في مجموعة الأشواط حامل آمال وطموح المشاركين مع القعدان ما قدمت الشوط المركز الأول في هذا اللحظات يستفتح النداء جميل سهيل بن بخيت بلوتية العامري مع المركز الأول في هذه اللحظات بينما المركز الثاني المركز الثاني الشهم ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري خذ المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام بلقى متعب ناصر بن قريع بن روس العامري خذ المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع تابع في هذه اللحظات ألا وهو شاهين فالح بن دنان بن فالح الشامتي خذ المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس وشلامس أيضا مفرق فرق الله عليك في الدنيا وفي الآخرة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات تابع الشعارات الأخرى تابع هذه الأسماء وتابع هذه الشعارات وهذا مبهر حمد بن دغمال بن راشد الغيراني أيضا كذلك دخل تابع لهذه المجاميع والشعارات التي لها حضور ولها كذلك أيضا أبداع في هذا الصباح أعود مع مقدمة الشوطة مع المركز الأول في هذه اللحظات جميل 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 مع المركز الأول سهيل بن بخيت بلوتية العامري مع المركز الأول يتصدر بوبخيت مع المركز الأول يقدم جميل على مقدمة الشوطة مع المركز الأول في هذه اللحظات في هذه التحديات وبهذه الإثارة المركز الثاني المركز الثاني بلقى الشهم ناصر بن محمد بن سعيد بن دربشة العامري خذ المركز الثاني المركز الثالث شوف القدوم هناك خلي مع جميل خلي مع جميل نص الكيلو والمتر الأخير نص الكيلو والمتر الأخير في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة أوهو جميل يا سلام يا هو رقص يا هو ابداع ما شاء الله شكرا يا ابو خيت ما شاء الله شرب زاخر 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 تحيه وناموس وصفوه الميادين تستاهل التحيه ايضا تهانينا وناموس نبعثها في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره مع جميل ايضا يقدم جميل بهذا التقدم السهيل بن بخيت بلوتيه العامري حامل رقم واحد وهو في المركز الاول تهانينا وناموس لحظات الوصول عبور نحو خط النهايه شكرا يا بلوتية على هذا الفوز الانتصار المركز الثاني عند بن قريع المركز الثالث تقدم مشاهد الاعزاء متعب محظوظ بن خميس الينيبي المركز الرابع المركز الرابع كان الوصول ايها الحفل الكريم وتدخل مع اللحظات الاخيره وكان مبهر حمد بن دغمال بن راهد الغيلاني والخامس
ايضا كان وصول من خلال تواجد اللي هو مبدع صالح بن سليم بن صغير بن علي اليحافي. هذه هي نتائجنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وبهذه التحديات مصحوبه بتوقيتنا مقداره. ايضا في هذه اللحظات 4:26 مع جميل السير بن مخيط بلوتيه العامري. تهاني والناموس والسلام داخل سلام.